مدبرس، معصب، مبنك، منرفز. هالعبارات بيستعملها اللبناني كتير ليعبر عن حالته، صارت محط كلام، ولكن فعلياً هي بتدل على حالته النفسية التعبانة المتوترة، على عدم الاستقرار اللي عم بيعيشه ببلده. نحن نزلنا على الشارع وسألنا الناس كيف صحتهم النفسية اليوم. الله يخلينا الليكزوتانيل والسيبرالكس. أنا بنتي بتشتغل بصيدلية وبتقلي منبيع أدوية للأعصاب أكثر من البنادول. بده حكيم نفساني أكيد، كل واحد بده حكيم نفساني بهالوضع اللي نحن فيه يعني. بكره بتشوفي شو في ناس بدها هي تنتحر، بكره بتشوفي شو في ناس هي بدها تقوص حالها، ما معها طعم عيالها، ابنه قدامه، أمه قدامه مريضة ما معه يفوتها على المستشفى، شو بيعمل؟ بينتحر قدام باب المستشفى، يا بيقوص حاله يا بيقوص أمه. حدا واعي، كله رايح كومه، بس مهم يعيش ياكل ويشرب وينام وبس، ما عنده بقى هدف بالحياه، لانه ما قتلوا لهم الهدف، ما عندهم طموح. جنينا كلنا، والبالك ما بياخذ دواء اعصاب بيكون عم بكسب. تصرفات بمحل التجاري مختلفه كثير مع الزبونات، الطريقه اللي عم بتعامل فيها، دغري عم هب انا وهن دغري عم بهبوا، مش عم يتقبلوا الاسعار، عم تلاقيهم دغري عصبوا، بتلاقي العالم اعصابها تلفانه، عن جد تلفانه. يعني دائما بدك تجربي انت تكوني حكيمه نفسانيه لحتى تفوتي بالحديث مع الزبونات ولحتى عن جد تقدري تبيعيهم. ما حدا مرتاح بلبنان، لا الغني ولا الفقير، والطبقه الوسطيه راحت. هن عم بيجربوا يخوتونا يفوتونا على داير الصليب، بس نحن ان شاء الله باذن الله لا يعني. اكتئاب جماعي عم بيصيب اللبنانيين بسبب الازمات والضربات المتتاليه اللي عم بيتعرضوا لها، وصحتهم النفسيه بطلت على ما يرام، ومعظم الناس عم تلجأ لادويه الاعصاب والمهدئات، ونسبه محاولات الانتحار عم تتزايد. الأشخاص عادة اللي بتكون عم تمر بضيق نفسي أو ممكن يكون عندها مشاكل نفسية ببين عليها علامات كتير عديدة، وهيدي بتختلف من مرض نفسي للتاني، من حالة نفسية للتانية. بس الحالات اللي بنشوفها أكتر شيء اللي هي إن كانت من الاكتئاب أو من التوتر أو من اضطراب ما بعد الصدمات، اللي هن كتير شفنا منهم بالفترة الأخيرة، بتحس على الواحد إنه صار شوي معزول أكتر، بده يكون لحاله أكتر، ما بقى عنده كتير اهتمام إنه يهتم بنفسه بعمله أو يمارس نشاطاته الطبيعية. الناس اللي عم تميل أكتر مثلا الاتجاه لإنهاء حياتها عن طريق الانتحار بتبلش إذا بدك تستغني عن ممتلكاتها، تودع أصحابها، كلهم هول بوادر إنه الواحد اليوم منه مرتاح. الصحة النفسية بأهمية الصحة الجسدية، ولكن الأشخاص بعضهم بيجهلوا هالأمر أو بيهملوه، ولهالسبب تأسست جمعية إمبريس بلبنان سنة 2013. إمبريس بلشت بال2013، وأكيد هدفها الأساسي كان التوعية عن الصحة النفسية وتأمين الخدمات للناس يلي بحاجة لإلها. بفترة لما بلشت كان الموضوع الصحة النفسية تابو كتير كبير، وكان الهدف إنه نحن نفك العقدة، نفتح الحديث عن الصحة النفسية. ألو، نحن بنشتغل مش علاج نفسي، أوكي؟ نحن بنحول عند معالجين وأطباء نفسية، نحن بنشتغل بالإمرجنسي، مثل أطباء الإمرجنسي وقت توصل على المستشفى، الطبيب الموجود اتس ان امرجنسي بيشوفك وهيك، بعدين بحولك على سبيشالست. فنحن هيدا الامرجنسي روم بالمستشفى او هيدا الاسعاف كصليب احمر، بيوصلنا الشخص هلا متضايق، بنصغيله بنوصله بمطرح على هدفنا يكون باخر الاتصال امن، يعني ما بقى عم بفكر يقتل حاله، ومرتاح اكثر من اول ما اتصل فينا. من هون خلق خط الحياة 1564، هو الخط الساخن للدعم النفسي. آخر فترة عم بيوصلنا تقريباً 1000 اتصال بالشهر، وهيدا الرقم زاد كتير على السنوات الأخيرة. هيدا بدل إنه الأشخاص بلبنان عم بيكونوا بحاجة أكتر يحكوا، يمكن أكيد مأثر عليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الوضع الاقتصادي مأثر عليهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، عدم الاستقرار، اللي عم بحسوا وكل المشاكل، وإن كان انفجار بيروت وإن كان كل الصعوبات اللي قطع فيها لبنان والأشخاص اللي عايشين هون بآخر فترة. كثير بشع اللي قطعت فيه، أتمنى إنه ما حدا بحياته يقطع من هذا الشيء. وقت ما كنت بتذكر وبعرف انه انا عندي افكار انه ما بدي اعيش وخلص بدي اموت وهيك، وما بفتكر بحياتي كنت مبسوط، وكان دائما عندي هذه الافكار، بس ما كنت اعرف ليش. انا كنت ولد، يعني اقول انه انا ولد ليش هيك بدي اعمل، وكنت كل ما اكبر اذا بدي اعبر عن هالاحاسيس او هالافكار اكيد رح يعلم انه لا وانت بعدك ولد وشو مشاكلك ما عملت دفار المات وهالاخبار يعني. بس انا عن جد كنت دايما عندي هيدي الافكار وما كنت اعرف ليش، وكنت فكرها شيء طبيعي كثير انه كل العالم هيك بتفكر. توني مهندس شاب بالعشرينات من عمره، المستقبل والحياه كانوا قدامه، ولكن لبنان دمر له كل حياته. تواصل معنا عبر زوم لانه صار خارج البلد ولانه حاب يشاركنا تجربته. اذا بدك تساعدي حالك لا دواء فيك تامني، الثيرابيست كثير غاليين اللي ما قادرين يدفعوا حق السيشن. ما في شيء كيفك تموه عن حالك، بتقول انا بدي مثلا اقعد بالبيت وما موه عن حالي، ما بتقدر. يعني لحقتك المصيبه على قلب بيتك بعد الازمه، يعني ازمه اقتصاديه اجمالا، خسرت شغلي كمان، بتحسي انه حتى كنت وقتها عم بشتغل بشغل ثاني لقيته جديد، بس حتى الشغل الثاني كان يعني معاشك عن جد، يعني لانه هن عم يستغلوا اللبناني هلا، كان معاشك عن جد شيء يعني عيب واحد يقوله. عن جد انا كنت بنهار انه ما بدي بقى خلص، تعبت انا سلم من انا وصغير بحارب بالدبرشن تبعي، وانا اي هاف ديبرشن او دايجنوز وكل شيء، وكنت عم جرب حاربت وخلص، وبيجي حدا بيقول لي انت باي بولر، حدا بيقول لي هاف كرونيك ديبرشن، وخلص تعبت ما عم لاقي ادويتي، ثيرابيست منا منيحه، كرمال شو؟ كرمال انه اي لحظه فيك تموت بلبنان، حياتك سخيفه كثير. قلت انه خليني اقتل حالي انا قبل ما هن يقتلوني. سودت الدنيا بوجه توني وقرر ينهي حياته. بهذا النهار قد ما خلص كنت انا وصلت لمحل، انا نمت بالتخت مطفى كل شيء، كنت انا اخذ علبتين ادويه لكزوتانيل، كنت انا خلص يعني كانه مخدر على الاخر، مش قادر امشي. وصلت لمحل قلت يا هلا بدي اقوم جيب سكين يا بدي دق لامبريس، فقلت انه خليني لانه انا مش قادر امشي، خليني دق لامبريس. عن جد ما بعرف كيف قلت خليني دق لامبريس شوف شو بده يصير، من قبل كنت انه شو هيدا الشيء الغريب يعني. فدقيت لامبريس، ولدت علي بنت اسمها لونا، وانا كنت عم جرب كثير نام، انا يوجولي لانه بجرب اهرب من مشاكلي فبنام، كنت عم جرب اهرب من فكره الانتحار كثير كثير كثير، ما كنت عم بقدر، خلص بدي اعملها يعني، مش قادر نام حتى. فدقيت لامبريس وحكيتها للونا وخبرتها كل شيء، وحسيتها انه حدا شيز نوت جادجينج مي، عم تساعدني، عم جرب تحكيني حتى بنبره صوتها بطريقه حكيها، فهمتني مع انه بتفكري انه شو هالشيء الغريب انه هو اتصال، انه ليش بدي انا روق على فون كول، بس هيك ما بعرف حسيت انه حسيت حالي سيف، حسيت حالي في حدا عم يفهمني، حسيت انه انا مني لحالي، حسيت انه هي فيها تساعدني لانه صارت تقول لي وين كيف بدي اروح وهيك، وخلتني ابكي، وانا بكي شيء كثير صعب عندي يصير يعني ما بقدر ابكي، فخلتني ابكي وماشي عم بحكي معه وعم بنهار عم ببكي يعني. بقول لها عن جد سوري بعرف مشاكلي سخيفه يمكن لإلك، لانه دائما عندنا هيدي الفكره لانه نحن مربيين انه مشاكلنا سخيفه، شوفوا اولاد افريقيا وهيك. اتصال واحد غير له مصيره. مش عيب الواحد يكون ديبرست، مش عيب الواحد يروح عند ثيرابيست، مش عيب الواحد يروح عند سايكاترست، منه مجنون. انا قطعت فيهم وكانوا يقولوا لي، ورحت على المخفى لانه ما بدي حدا يعرف، لانه رح يقولوا لي زيت الحكي وقتها يعرفوا يقولوا لي، وما حدا خصه. وكلنا بحاجه لعلاج لانه كلنا عن جد حالتنا كثير صعبه، وكل حدا لازم يروح عند ثيرابيست. هذا الشيء موضوع ما لازم يكون تابو ابدا، بالعكس عن جد الصحه النفسيه كثير مهمه. هو اليوم احسن، البعد ساعده من الغرق بمشاكل ومآسي وطنه اللي أذاه وعم يأذي كتار مثله. ما عم فكر اقتل حالي بس لا أنا منيح، و it's a long process للواحد يكون منيح، واعرف انه اتس لونج بروسس، بس انا احسن من قبل. ما عم اقول لك انا منيح، بس انا احسن من قبل. انا عندي كهرباء وعندي مي وعندي اكل، بس برضه مش هالاكل الغربه صعب كتير. بتزعل لان انت بتحس حالك انه هيدا بالنهايه بلدك وانت مش ببلدك، بتحس حالك غريب، بتحس حالك تقل، منك بين ناسك، بس بذات الوقت عارفه انه ما في رجعه. متطوعين من مختلف المناطق والاختصاصات والخلفيات بيتدربوا على يد متخصصين وأطباء نفسيين ليتواجدوا على الخط الساخن ويصغوا للمتصلين ويحاولوا يساعدون من دون أي بدل مادي. تدريبات مكثفة ومراحل عديدة وامتحانات جدية بيخضعوا لها. أكيد بيكون في عنا تستات عم نقطعهم يهن فحوصات لنشوف قد ايه اكتسبوا من هيدا التدريب، قد ايه عندهم أفكار مسبقة، قد ايه هن بيحكموا على الآخرين. أحيانا لقى شخص بنحس إنه عالي السكور تبع الحكم على الآخرين ومنه قادر يعني ما قادر يصغي للأشخاص بغض النظر عن الناشوناليتي تبعهم وعن جنسيتهم وعن دينهم وعن ميولهم الجنسي وعن كل هول ما بناخده. عالميا صار في ارتفاع كتير عالي بالحديث عن الصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية. حتى الشركات اليوم بعد كوفيد والأزمة الصعبة اللي قطعوا فيها عالمياً صارت بتهتم بالصحة النفسية وبتلتفت لها أكتر، ونحن بالأخص بلبنان صار عنا وعي كتير عالي على الموضوع من وراء الأزمات اللي صرنا عم نعيشها من تشرين 2019 حتى اليوم، مروراً بتفجير 4 آب يلي هو علا كثير نسب الاضطراب ما بعد الصدمه. نرجع بنروح على التريننج، بقلب التريننج هو تدريب مكثف على عده ايام من الصبح لعشيه على تقنيات الاصغاء وعلى كيف بنتعامل مع الاشخاص اللي عندهم افكار انتحاريه او هلا عم يقتلوا حالهم، كيف نتعامل مع عده كولز معقول يجونا. في تدريب على الارض، مش بس تيوري، مش بس بنتعلم، بس كمان بنطبق اللي عم نتعلمه. الهدف هو أنه يوصلوا الأشخاص التعبانين نفسياً أنه يحكوا، يعلوا صوتهم وما يخجلوا بإحساسهم أو بمرضهم النفسي وما يفكروا بالانتحار. شبكات التواصل الاجتماعي فتحت المجال للحديث عن كل التبوهات، مش بس الصحة النفسية، وهذا أمر كتير ساعدنا. في عالم عم تحكي أكتر، عم بتقول أنا متضايقة أكتر، عم تعبر عن مشاعرها أكتر، عم بتقول إنه هي عندها هيدا المرض النفسي أكتر من قبل، وهيدا الوحيد الشغل الوحيد اللي بتخفف الستيغما عن الأمراض النفسية، اللي بخفف الشغل الوحيد اللي بتخفف الستيغما عن الأمراض النفسية. يطلع أشخاص يقول أنا عندي هيدا المرض النفسي. العمل المباشر مع الناس وعلى الأرض وحملات التوعية بالمناطق اللبنانية بكمل عمل الجمعية وبعاين المجتمع عن قرب. هيدا البرنامج بيخلينا انه نكون عم نعالج بطريقه مباشره الاحتياجات اللي بنلاقيها بالمجتمع. السنه الماضيه قدرنا نوصل لتقريبا 3000 شخص، وب 2022 لهلا صرنا واصلين ل 2000 شخص، وهالاشخاص بيكونوا من عده مناطق ومن جميع الفئات العمريه والفئات الاجتماعيه. واكيد الجلسات او النشاطات اللي بنعملها بتتغير حسب الاسئله اللي معقوله نحن نواجهها بالمجموعه اللي رايحين عليها، وكثير من الاوقات بنعمل تقييم قبل الجلسه تنشوف شو هي اكثر احتياجات او شو هي أكثر مشاكل معقول نسمعها من قبل المشاركين، وكمان نشوف قد ايه نسبة المعرفة أو قد ايه نسبة الوعي عند هالمشاركين عن موضوع الصحة النفسية. هالحملات عم تتوجه لفئات المجتمع يلي هي الأكثر عرضة للمشاكل النفسية، مثل الفئات المهمشة، المراهقين أو المتقدمين بالسن، والأشخاص اللي بيسكنوا بالمناطق البعيدة. في بعد عنا وصمة العار بمجتمعنا عن هذا الموضوع، ونحن بهالطريقة بس ننشر الوعي بنكون عم نجرب إنه نغير نظرة المجتمع لكل الأمراض النفسية وحتى الانتحار. كمان هذا الشيء بيكون عم بشجع الاشخاص يلي هي عم بتعاني انه تكون عم تلجا للعلاج المناسب لها، لانه في كثير اشخاص بتكون عم تتعذب لوحدها وبتستحي انه تروح تلجا للعلاج لانه بتخاف شو بده يقولوا اللي حواليها. بس نكون عم نحكي عن الانتحار بالأخص بنكون مش عم نشجع على الانتحار، بنكون عم نخلي الأشخاص اللي هن عندهم أفكار لها علاقة بالانتحار إنه تعرف إنه في حدا يسمع لهم بلا ما يحكم عليهم، وإنه في مثل أمل شوي يظهروا من هيدي المرحلة السوداء اللي هن عم بيقطعوا فيها. المؤسسات التي تعانى بالصحة النفسية بحاجة لدعم، ليد تسندها، لأنها عم بتقوم بمجهود خاص وكبير ببلد مثل لبنان، والحاجة عم تفوق قدرتها. صارت الناس عن جد فعلا ما بتقدر تدفع للعلاج النفسي، وعم تبدل أدوية وعم تبدل العلاج الجسدي أو علاج الأمراض الجسدية أكثر. فطاقتنا نحن كإمبريس بمحل عم نوصل إنه عم بيكون عندنا ويتنج ليست كتير طويلة، عم تكون فترة النطرة من 2 ل4 أشهر لنقدر نفوت بيشنتس جداد على الكلينيك. الشخص مش قادر يمكن يأمن لقمة عيشه اتسترا، يمكن يقولوا لنا انه طب شو بتعملوا، اكيد ما بتعطون، ما فينا نعطيهم المصاري، بس تسمعي بهيك ظرف حدا حدك، حدا عم بيدعمك، حدا واقف حدك، كثير معقول يساعد هيدا الشيء. اكيد نحن ما فينا نلاقي حلول للاشخاص اللي بتتصل فينا، فينا نحولهم، بس كمان وقت تلاقي حدا عم بيصغي لك وعم بيكون حدك وعم بيصغي لك بمحبه، خلينا نقول هيدا الشيء كثير بيساعد. مش عيب الواحد يعلي الصوت ليرتاح، مش عيب يحكي ويتعالج كرمال يحسن صحته النفسية وما يجي نهار ويفكر بالانتحار، فالحكي صار بيطول العمر. احنا بدنا نوضع الأسس لتكون الصحة النفسية حق من الحقوق الإنسانية، لأنه هي بأهمية الصحة الجسدية. زادت الحاجة وزاد الوعي أكتر، بس مش يعني أكيد بعد عنا كتير شغل لنوصل لمطرح ما بدنا إنه يكون المرض النفسي هو مثله مثل يلا يا مرض، ويكون هالقد سهل علي يقول رايحة عند طبيب نفسي مثل ما سهل علي يقول رايحة عند طبيب عادي قلب أو يلا يا شيء تاني. نحن هدفنا نوصل لهون، نعتبر المرض النفسي هو مثله مثل يلا يا مرض. أكيد في وعي زاد، بس لأقول إنه الوعي وصل لدرجة اللي بدنا إياها ونطمح لها، لا بعد عنا كتير شغل وبعدنا عم نشتغل على الموضوع.